في البداية لما نطلع على تايلاند، الإشي الأساسي كان واللي إحنا مفروض نتعلم منه هو الإرادة السياسية. تايلاند في 2002 أعلنوا إن هم بدهم يوصلوا للتغطية الشاملة، سموها تغطية شاملة، حين بنتطرق لها التغطية الصحية الشاملة، اللي هو الوقت اللي كانت تايلاند تعاني من وضع اقتصادي سيء جدا، من انخفاض الدخل الناتج القومي الخام نتيجة للأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا في هذيك الفترة. لكنهم أخذوا قرار سياسي إنه إحنا نحتاج للتغطية الصحية الشاملة. في جملة سمعتها حديثا ذكروها إنه علشان إحنا فقراء لا نستطيع أن نعيش بدون تغطية شاملة، فالتغطية الشاملة عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية. فما أخذوا هذا القرار وخلال سنوات محدودة قدروا يوصلوا للتغطية الصحية للصحية الشاملة.